برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة وبالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني ببني وليد نظمت حملة لتوزيع مساعدات غذائية على عدد من الأسر النازحة والمتواجدة في المدينة. طبعا حنستهدفوا بقى حوالي 151 عائلة من الأرامل وحوالي 300 عائلة من الطوارق المتواجدين في بني وليد ونازحين سرت ونازحين تورغة. طبعا المساعدات مقدمة من الـ WFP برنامج الغذاء العالمي، مساعداتها هي بشكل شهري مقدمة لإخواننا النازحين. توزيع حصص بشكل شهري من السلع الأساسية سيستوعب نحو 151 عائلة محتاجة إلى جانب 300 عائلة نازحة. حملة دعم ومساعدة المحتاجين هنا تهدف إلى تأمين الغذاء الكافي وتعزيز قدرات المجتمع المحلي لتصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي في المستقبل.